الجمعيات هي منظمات مثل المنظمات المجتمع ضمن قانون التعاون، احنا لا، هذا اللي يصير هي اسواق ومجمعات تسويقيه اشبه بالجمعيات. يعني احنا ضمن قانون وزاره التجاره اسواق تكون باسعار تنافسيه بسعر الكلفه واقل بكثير من اسواق المحليه، اسعار المواد اللي حتى تعرض فيها اقل من اسعار المواد الغذائيه، ستنطلق خلال الايام القريبه القادمه ان شاء الله. شنو هي المواد اللي حتباع يعني في منافذ وزاره التجاره؟ ابتداء عن البيض والدجاج كافه المواد الغذائيه بسعر التكلفه بسعر الكلفه. هو الان ايضا تباع هذه المواد سيده لما، الان ايضا تعمل وزاره التجاره على بيع بعض المواد، الدواجن، البيض، مو هالشكل؟ نعم، الطحين، حليب الاطفال، لا الدجاج والبيض المائده، هذه كلها احنا مباشرين بها، لكن الاسواق الاول التعاونيه نقدر نسميها احنا بصراحه ما متفقين حتى على اسم، بس هي ابتداء من الاسواق التعاونيه حتى تكون بها سوق باسعار تنافسيه عن الاسعار، تشمل ايضا كافه المواد الغذائيه، تصل بها اسماك واجبان، كذلك راح تكون بها معجون، كافه المواد الغذائيه، وراح نركز احنا اليوم دراسه مستمره للسوق بسبب اختلاف اسعار الصرف، ايضا بسبب الازمات المحيطه بالدول المجاوره، كل تاشير لاي زياده بالسعر لاي ماده غذائيه وزاره التجاره تكون حاضره وضخها بالاسواق المحليه باسعار الكلفه، حتى نامن انه الخزين الموجود بالمخازن الغذائيه عدا مواد السله وضمن المتاجره يسد حاجه المواطن العراقي.